بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل على تنمية هذه الروابط الوثيقة بين البلدين بما يحقق الخير والمنفعة لكلا الشعبين الشقيقين.